خوتي خواتاتي، معكم الأخت حياة من مولاي عبد الله أمغار. عندي 29 عام في عمري، مزوجة مدة 3 سنوات. تنعاني ظروف صعبة، المعيشة ما بقيتش قادرة، صعيبة عليا بزاف. راجل ديالي ما خدامش، كل مرة شنو تيدير، مرة تيدير فراشة، مرة تيخدم في صنات الليل. كنت كارية واحد المحال، ومول الهري تيطلق عليا باش نروج شوية. من بعد خرجوني منه ماليه على حساب بغاو الزياده، وانا مابقيتش قادره. تحولت لمحل اخر، حاليا دابا مهدده باش نخرج من المحل وحتى الدار، حيت ما عنديش باش نخلص. حاليا كانت مجموع ليا شهرين ديال الكرا ديال الدار، غير بعد المحسنين هما اللي تعاونوا معايا. ودابا انا محتاجه ليكم باش تعاونوني، خاصني كرسي ديال الضو، ما عنديش. انا عندي واحد وتخسر ليا، تعاونوا معايا غير بعد الاخوه اللي هنا في مولاي عبد الله امغار باش تصيبوه ليا. ويني خسرة لي المانيطة، ديما تتخسر لي، دابا ديما تتوقف بيا. الله يجازيكم بخير لما تعاونوا معايا وساعدوني، انا محتاجة ليكم. حسبوني وحدة منكم، حسبوني بنتكم، حسبوني خدكم، وتعاونوا معايا. الله يجازيكم بخير، انا ما عندي حتى واحد من غير الله وانتو معايا. كان عندي الاب ديالي، ما عمرني حسيت بشي حاجة، وما عمرني حسيت بالنقص. ويني من توفى الوالد ديالي حياتي تبدلات، وحياتي كلها تدمرات. من بعد مني تعرفت على ايوب، الحمد لله يعني شويه الحاله ديالي تحسنات، ما بقاتش بحال الاول. ويني دابا المعيشه يعني صعيبه علينا، وما هو بدايته ما عندوش شي خدمه، هو بدايته تحدى الناس، تحدى العائله، تحدى المجتمع كله باش تزوج بيا. نظره المجتمع قاسيه معنا بزاف، يعني وحده من ذوي احتياجات الخاصه ما عندهم، هي ما خاصها لا تزوج، ما خاصها تكون ولا اسره لا والو. انا حاليا مرفوضه من طرف العائله ديالو ومن طرف المدينه ديالو كامله، وتنعاني بزاف بهذا الامر، والكلام ديالهم جارح بزاف. وكنقول لهم انا راه انا وحده بحالي بحالكم، انسان ما عرفش ربي اشنو مخبي ليه. ديما الانسان يدير الله راه كاين، ويدير الموت قدامه، حيت انا راه عانيت بزاف وبزاف بزاف من نظره المجتمع، من نظره الناس، من نظره العائله ديال راجلي. يعني تألمت بزاف. انا النهار اللي تزوجت بايوب تنسحب حياتي غادي تتبدل، ما تنسحبش راسي غادي نلقى هاد المعاناه كلها وهاد الالم كله وهاد الجروح كلهم. انا النهار اللي تزوجت بيه طلبت منه تيوافقوا عائلته، وجات الام ديالو هي اللي خطباتني. ويني من بعد قالت انا كنت غير دايره لولدي خاطره، ومن بعد تخلات عليا وعلى ولدها، وقالت ليه بغيتيها سير كمل معها بوحده ونسانا حنايا. انا تنعاني بزاف حاليا، وراجلي بداياته كلشي الناس تخلاو عليه، كلشي الناس ما بقاوش يعني باغينو، ما بقاش يمشي تمايا على حساب كلشي الناس، ولاو ضده على حساب الزواج ديالي. الله يجازيكم بخير الا ما تعاونوا معنا، حنا محتاجين ليكم. انا ما بغيت حتى حاجه من هاد الدنيا من غير فاش نعيش، راه حيت انا مهدده بالتشرد وما عنديش فين غادي نمشي، هو لا عائلته غادي يهزوه، وانا ما عنديش فين غادي نمشي. الله يجازيكم بخير لما وقفوا معايا وتعاونوا معايا. انا ندمت على حاجه واحده في هذا الزواج، هي حيت انا بعدته على عائلته، حيت كون ما كنتش انا كان غيبقى حدا والدي، هو تحدى عائلته وتحدى المجتمع على قبلي انا. لا هو طلع معايا ولد الناس وانسان طيب صراحه، ويني عائلته قاسيين شويه والهضره ديالهم شويه قاسيه بالنسبه، ما قابلينيش مره، وحتى الكلام ديالهم جارح. الا بغيتي نوريت حتى الميساجات دابا تيوصلوني، يعني تيديروا جروبات وتيلوحوا التصاور ديالي انا وياه، وتيهدوا بينا انا ما غاديش نبقى معاه وغادي يفارقونا. يعني السيد ما فهمت والو، انا تعاملت معاهم مزيان، وانا اعتبرتها هي الام ديالي واعتبرته هو الاب ديالي. والنهار اللي هضرت معاها قلت شوفي انا ديريني في بلاصه وحده من بناتك، لون كانت وحده من بناتك من ذوي احتياجات الخاصه،
كنتي غتفرحي الا تقدم لها شي عريس وكنتي غتبغيها تعيش. وولدها اختارني حيت انا اني لقى السعاده ديالو معايا. انا حاليا هما تيقولوا بان انتيا تتهدي وانت باغا ما يقدرش يتفارق معاك حيت الحقوق هذه. انا اقسم بالله هذا السيد بغيته وبغاني، اقسم بالله لا اله الا هو، وبغى يتفارق معايا من ادي بشي حاجه حيت هو تخلى على المجتمع كله في طريقي انا، بغى يرجع عند عائلته والله ما نادي بشي حاجه، بغى يبقى معايا انا صابره معاه في اي حاجه وهو بدايته يصبر معايا. حيت الزواج راه انسان تيولى واخا جوج تيولى واحد. انا حاجه واحده اللي تنطلب من العائله ديال الراجل ديالي، هما راه ما دار حتى حاجه خايبه وما تبقاوش محافين ولدو ولدكم في طريقي انا، حيت انا بدايتي تنحس بالالم وتنحس اني بالضمير حيت انا بعدته على عائلته. وانا كنسحب هو غادي يوقع هادشي، ما كانش غادي نتزوج واخا نبقى في دارنا واخا ما عرفتش شنو اللي غادي يوقع، حيت ما تمنيتش لي باش يبعد من عائلته حيت هو انسان طيب وكانت علاقته مع الام ديالو يعني قويه بزاف بزاف. وهو هادشي علاش قال لي غير تزوجي بيا، راه بالنسبه للوالده ديالي راه غادا توافق عليه. وبصح وجات، ونهار جات خطبتني شرط واحد اللي طلبوا منا العم ديالي حيت الاب ديالي ميت. قال شوفي حياة راه عزيزة علينا وبزاف، ما تجرحوهاش بالحالة ديالها وما تجرحوهاش بالمرض ديالها. وقالت لي انا مستعدة نديرها بحالها بحال بناتي. ومن بعد كل شيء تقلب وخلاه بوحده وكافح وما خلى ما دار وتسلف وبزاف ديال الحوايج، عانى بزاف. قبل ما نجي عنده كانت ينعس فوق يعني في حانوت، وغير الناس الله يجازيهم بخير اللي كنا كارين عندهم الولوخ، خرجنا من عندهم كانوا تيهبطوا ليه الماكلة وكانوا دايرينه بحال ولدهم صراحة. ويني العائلة ديالو ضروري يكون هذا النقص، وضروري الإنسان ملي ما تتقبلش من العائلة ديال الراجل ضروري يكونوا المشاكل. وخا ما عرفت كيفاش تكون العلاقة ضروري ما تيكون ذات النقص ديال عائلته راه ما كاينش. حتى أنا راه بحال جميع البنات تمنيت عائلة راجلي تجي، وتمنيت عائلة راجلي تجيني الخطوبة، وتمنيت ندير العرس ديالي تانا بحال جميع البنات. أنا ما فرحتش براسي، ما درتش العرس ديالي، ما درتش بزاف ديال الحوايج. لون كان باقي الأب ديالي كنت بزاف ديال الحوايج غادي نحققهم. الحاجه البعيده اني اللي كنت نقول مستحيل نوصلها كانت يوصلها ليا، كانت يقول لي عمري عليك خساره، كانت يقول لي الله يجعل نهاري انا ويات في نهار واحد. ويني با عزيز بزاف 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 وربي عز منه. انا يعني الاب ديالي حتى حاجه ما تنسيني فيه وتا واحد ما يقدر ينسيني فيه. ويني الحمد لله على كل حال. انا حياتي تدمرات بزاف بزاف وتنعاني بزاف، وبصمت لا جمعيات لا حقوق انسان لا حتى حاجه. انا ما خليت حتى جمعيه اللي ما مشيتش ليها، مشيت للجمعيه ديال الجديده، مشيت حتى لكازا. يعني طلبت منهم حاجه بسيطه غير كرسي متحرج ويساعدوني غير على الترويض ديالي، تيقول لي ما عندناش هاد الامكانيات. علاهم علاش مديرين جمعيات منين تيساعدوناش؟ انا يدي الله يسري تشلات عليا مره، دابا ما تنقدرش نهزها على حساب ما عنديش باش نتعالج. وحنت موقفه الترويض ديالي دابا تقريبا شي 3 سنين وانا حابسه الترويض ديالي. عندي مشكل ديال القلب، كنت متبعه مع طبيبه ديال القلب، خاصني كل 6 شهور نمشي نشوفها. دابا 3 سنين ما عمرني شفت الطبيبه ديال القلب، ما عمرني شفت الاطباء ديالي، كلشي عندي الدوسي عندي اي حاجه عندي. الا بغيتي تشوف اخويا نوريه لك، هو كلشي عندي لهنايا. عندي عويجات في السلسول، كانوا طالبين لي 10 مليون باش ندير عمليه على السلسول، ومخرجي لي صمطه ديال السلسول شرا لي غير واحد السيد الله يجازيه بخير 140 ألف. ويني يعني هذه الصمطه ديال السلسول قالوا لي ما عندهاش الدور الا ما كنتيش ديري الترويض، حيت العظم قالوا لي دار خاصو ضروري الترويض، وهذه الصمطه ديال السلسول غتبدا تجبر. موقفه جميع العلاجات ديالي وصابره والحمد لله وربي كبير. يعني تنعاني بزاف حيت راه ما نقدرش نجلس دابا الا لا كانت ورايا شي حاجه، حيت مازال ما كنت ندير الترويض. يعني الحمد لله الحاله ديالي كانت غاده وتتحسن، وحتى الطبيب ديالي كان كيقول لي الحاله ديالي راه غاده مزيان. حاليا الالم في الركبه ديالي ما يعني ما تيزجاش، راه ربي اللي عان بيا، غير كنصبر وكنقول الحمد لله حيت ما تنقدرش نتني الركبه ديالي. كنتمنى باش يساعدوني ويوقفوا معايا، يعني انا محتاجه ليكم بزاف، اعتبروني وحده منكم واعتبروني بنتكم. وكنطلب من العائله ديال ايوب اللي كانت تشوف الفيديو ديالي، ايوب عنده علاقه بكم قويه بزاف وهو مؤثر بالفراغ ديالكم، ما تحافيوش في طريقي انايا. وولدكم راه هو تيقول لك انا لقيت الراحه معاتو، انا باغي نشري جنتي بيدي. يعني انا حاليا تنقول لكم ولدكم الا بغى يمشي انا ما تقولوش راه هي اللي حابسه ولا شي حاجه، راه قدام المشاهدين وانا على كلمه ديالي راه ما باغا منو حتى حاجه. الا بغى يمشي
اقسم بالله العلي العظيم ما يتأذى من شي حاجه، يمشي عنكم معزز ومكرم كما جا كما يرجع عنكم. انا هاد السيد دار فيا غير الخير، وكان معايا راجل وما يمكنش ليا نضرو بشي حاجه وما يمكنش ليا ناذيه بشي حاجه. ونطلب من خوتي المحسنين باش يوقفوا معايا ويساعدوني، راني محتاجه ليكم بزاف بزاف بزاف، ومحتاجه الكرسي المتحري ديال الضوء، راه هو رجليا هو كلشي. هذا حاليا دابا تنخرج شحال مره كنوقف، يعني وقف بيا غير تنعيط غير راجلي تيرجع يمشي يجيبني. الله يجازيكم بخير الا موقفوا معايا. وكنبغي نشكر جميع الاخوه اللي في مولاي عبد الله اللي تعاونوا وبس سايبوه ليا، والله يجازيهم بخير، والله يجعل ربي يعمل لهم في الميزان المقبول. وكنبغي نشكر جميع الناس اللي تيتعاملوا معايا يعني بمعامله زوينه، وكنقول الناس ديت النظره ديال الشفقه وديت الهضره القاصحه راه صعيبه بزاف، يعني راه انا اللي تندفع الثمن ديالها وربي هو اللي عالم بيا. والله يجازيكم بخير. وكنبغي نشكر الاشواق اللي جات عندي ولبى النداء ديالي، الله يجازيك بخير اخويا ومعمر خيرات غادي نساه، والله يكون معاكم اخويا، وشكرا بزاف بزاف. وكنبغي المشاهدين عندي القناه ديالي دايره فيها ايوب حياه باش يدعموا القناه ديالي وتوصل ان شاء الله وتحقق الشروط ديالها. الله يجازيكم بخير لما وقفوا معايا وساعدوني اخوتي، وتحياتي لكم وتحياتي الاشواق اخويا، وشكرا بزاف بزاف. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.